السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ثالث حلقة من حلقات التقديم للكليات العسكرية. طبعا في الحلقة دي هكمل على الحلقة اللي فاتت، اللي هو هنقول ايه اللي بيحصل في الكشف الطبي بالأربع عيادات الفاضلين من اليوم الثاني وهنقول اليوم الثالث. في ملخص كده هقول اللي حصل. انت أول يوم بتوزن وتقيس الوزن والطول، وده أول يوم بس. تاني يوم أنا قلت أربع عيادات من الثمانية. الأربع عيادات هما ايه؟ قلت رمد وأنف وأذن، وقلت أسنان، وقلت جراحة. فضل ايه؟ فضل عظام وجلديه، وفي حاجه اسمها نفسيه، وحاجه اسمها بطنه. فضل الاربعه دول. قبل ما اقول لك بقى الاربعه دول وايه اللي بيحصل فيهم، ايه اصعب عيادات في الثمانيه اللي هم في تاني يوم؟ اصعب عيادات بالترتيب العظام، لان دكتور العظام له الحق انه يكشف لك على كل حاجه. لو شاف حاجه في السنان، لو شاف حاجه في الجلديه، لو شاف حاجه في الجراحه، له الحق انه يسقطك ويرجعك لدكتور الجلديه. تمام. تاني حاجه ديت العياده دي تخاف مش تخاف منها، تعمل لها حساب تقدرها، وممكن ابقى اعمل لكم تصوير تمثيلي للي هيحصل في عياده العظام. تاني حاجه، تاني عياده عياده الجلديه، لان الجلديه في ساعات يبقى مزاجه رايق يعديك من حاجات صغيره كده، ممكن يسقطك حاجات انت عديت منها في الجراحه مثلا، اللي هي حاجات باينه اللي هي التعاوير دي. تالت عياده دي قلناها اليوم اللي فات، اللي هو الرمد، لان انت عمل الوان ده بيضيع، وغير كده الحروف دي، الحروف دي لو انت مش منتزون هتسقط. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالبطنة خفيفة شوية، نقول اللي بيحصل فيها. البطنة ديت يا دوبك بحط السماعة على القلب هنا وعلى البطن، يا دوبك ما بتاخدش فيها سنتين نفس الأسنان، ما فيهاش حوار، بتخلص في سرعة، يعني انت مش هتاخد فيها حاجة، خلصت من البطنة كده ما فيهاش أي حاجة، ما تخافش من أي حاجة. تاني عيادة النفسية. النفسية ديت عايزك تبقى واثق من نفسك. انت بتقف بالدور كده، بيوقفك مجموعة مثلا 10 بالترتيب، قول اسمك ومجموعك و 66 و44. 66 عشان يوقف في الث، لو انت عارف عندك حرف الث، و44 عشان يوقف في حرف الراء. بيبدا بالدور كده، الاسم محمد سعد محمد عيسى، 97.6، 44.66. فنفترض انت قلت مثلا 44.66، اتلخبطت في حاجه، وقال لك الطالب محمد سعد يطلع قدام والجرار. لو لقاك بتتلقلق او قلت حاجه غلط كده انت سقطت. 66 يقول لك بتلاقي، لا تطلعك قدام يقول لك عيدها تاني. تمام. دي بالنسبه للنفسيه، ما فيهاش اي حاجه، دي بتعتمد على الراء والث بس. نيجي بقى لعياده العظام. العظام ديت يعني ايه؟ على حسب الممتازون بيبقى لهم فرصه اكبر جدا عن الناس التانيه، يعني بيبقى لهم فرصه كبيره عن الناس التانيه، يعني هو بيبقى داخل الممتازون دول بالنسبه له انا عايز انجحهم، وساعات لا، لان الممتازون دول هشرحها لكم طبعا في الاخر شكل ما قلت في الحلقه اللي فاتت، هي والفرق ما بين الالتماس والمواقف. بيخش يقوم قايل لك افرد دراعك، تفرد، زق الجدار بايدك، بتزق الجدار بايدك، شكل ما هعمل تصوير تمثيلي دلوقتي، زق الجدار بايدك، بتزق الجدار بايدك، ربع، بتربع، امشي على قرافيسك، بتمشي على قرافيسك. شويه حركات ايه، اعمل رجلك سبعه، وقف على ترتيب صوابعك عشان نشوف الفلات فوت. الفلات فوت من الحاجات اللي بتسقط، ما فيهاش هزار، عندك فلات فوت خلاص ما تقدمش احسن، لان بتسقط على طول. لو خفيف بيعديه، يعني ممكن يسقطك ويخليك تعمل التماس وتعدي في الالتماس، عدي الالتماس بيبقى حنين شويه بس كده خلاص. بالنسبه للعظام، العظام بقى يعني منه بيبقى توتر وبتاع، بتقعد يقول لك امشي على رفيسك، زق الجدار بايدك، ويمشي افرد ظهرك، وشوف عندك اتب ولا لا، شوف عندك تقوس ولا لا. ده بالنسبه للعظام وكل حاجه عن العظام، اعمل فيديو تصوير ووضح لك جاي دلوقتي. اول ما بتخش بتقف انتباه عشان يشوف التقوس اللي في رجلك، والتقوس بيبقى عند الركبه، فبتلاقي رجلك عند ركبه مقفوله كده شبه ما هو ظاهر، وما بين الفخذين في مسافه. ففي ناس بقى بتبقى عندها الرجلين ما بين الرجلين في مسافه شكل ما هو واضح قدامكم كده، فانت لازم تبقى عند الركبه مقفول، وبتقف على ترتيب صوابعك كده وانت عامل رجلك سبعه عشان يشوف الفلات فوت شكل ما هو واضح قدامك. وبعد كده بتربع، يشوفك هتعرف تربع ولا لا. تمام. وساعات بيقول لك امشي وانت بتربع، وبعد كده تقعد على قرفيسك وتمشي. بعد كده بقول لك الدار، وادفع الجدار بايدك عشان يشوف لو عندك تقوس في الدراع ولا لا، شكل ما مظبوط لازم يبقى مستقيم كده، عشان يشوف الظهر يبقى مفيش ادب في ظهرك، وتفرد له ظهرك جامد عشان ظهرك يظهر، وتقف على ترتيب صوابعك شكل ما هو باين قدامك كده. تمام. بالنسبه للجلديه بقى، انت بتخش الجلديه اقول لك اقلع كمامتك، ساعتك، اي حاجه في ايدك حطها على الارض، محفظتك كله حط كارت ترددك، كل حاجه على الارض. بتقف، بتعرض جسمك، واقف كده،
يمشي يشوف الوش، يبص للوش مع الجسم كده، لف يمين بعد كده يشوف الجنب، لف يمين كمان مرة يشوف الظهر، لف يمين كمان مرة يشوف الجنب التاني، بعد كده تتعدل الوش، يمشي بقى يبص هنا وهنا وعلى الرقبة، شوف في حاجة يدقق فيهم، وفي الدماغ شوف أي نقر أي تخربش، بس هو ما يدققش في النقر أو لو واحدة أو اتنين وخلاص، لكن لو دماغك فيها بيشل شباب ما قلت في الجراحة أنت مش هتجيله أصلا، تسأل الجراحة. بعد كده بيقول لك اعمل ايدك كده وافردها لقدام ويعدي يعمل كده، لو لقى فيها عرق انت بقى قبل ما يجي لك اعمل كده، مش مستاهل هتعمل كده، ما طبعا ما بياخدش الا اللي ايده بتعرق او اللي هي بتنزل عرق، مش بيدقق قوي يعني، لو ايدك عرقت حاجه بسيطه ما بيبصش عشان ايدك كانت بتعرق، بس بيعمل كده اللي لها عرق جامد بينزل ويقول لك اطلع خطوه لقدام، نشف ايدك نشف ايدك، اقفلها تاني اقفلها دقيقتين اتنين يشوفك، مش دقيقتين بمعنى زي ده 30 ثانية، شوف لو في عرق تاني شبه المرة الأولى يقوم قايل لك اتفضل مستشار، في مستشار بيبقى في نفس الأوضة بيعرضك عليه، لو لقى حالتك من اللي هي ما تسمحش إنك تبقى موجود في الكلية الحربية بيسقطك، لقى حاجة خفيفة بيرجعك تاني ويعديك. ده بالنسبة للجلدية وده بالنسبة لتاني يوم. عديت تاني يوم انت خلصت من أكبر هم في الكلية الحربية، يبقى فاضل لك الرياضي ونسبة كبيرة هتعدي الطب المتقدم، بتبقى خلصت من هم كبير اول يوم التاني ده. نيجي لليوم التالت، طبعا هتمشي بنفس النظام، تقعد تحت التنده وينادي رقم القيد وتقف وتقلع وبعد كده تطلع، اربع عيادات قلب ورسم قلب قاعين وصنار، ثلاث عيادات سهلين قلب ورسم قلب وصنار، قاع العين اللي فيها مشكله فنخليها للاخر. بالنسبه للقلب، القلب انت بتخش يقول لك حط سماعه على صدرك نفس البطنه كح بس اخرج اي حاجه، رسم القلب بتخش شفت بترقد ركب حاجات كده بجسمك يقيس نبضات القلب بس ويديك ورقه، الورقه ديت هتخليها معاك لحد اخر اليوم، بتخش طبعا انت بتعمل رسم قلب في الاخر بس انا بقولها كده عشان سهل. خلصت رسم القلب بعد كده بتخش على حاجه اسمها السونار، اللي هو السونار ده اللي هو شبه بتاع الحوامل بالظبط، جهاز كده العسكري بيعمله على بطنك كده، ما بتاخدش ثانيتين بتخش تقلع يحط لك جيل شبه الحوامل بالظبط والله، هم عامل لك كده ما هو معديك، مفيش حد، بس انا ما شفتش حد سقط لحد دلوقتي في السونار ولا في القلب ولا في رسم القلب، شفتش الا حاله واحده بس كان بيتكلم او بيبجح معاهم سقط في رسم قلب خلى جري ونبضات قلبه كانت عاليه ده طلع. بالنسبه بقى لاخر حاجه وهي قاع العين، قاع العين ده بقى مشكله، انت ممكن تبقى معدي رمد وتخش تصمت، بس النيتازون لهم برضو ميزه اكبر، ده النيتازون دول يعني ميزه للناس اللي بتذاكر سواء في علم علوم او علم رياضه. بالنسبه بقى لقاع العين، انت بتخش بيقف دكتور بيشوف حاجه بالمنظار كده، بيشوف العين يقول لك بص على الجدار وشوف العين من جوه عامله ازاي بالظبط، شبه ما بقول لك بيقف بالمنظار كده ويبص من بعيد ويقول لك بص فوق وشوف العين عامله ايه من جوه، تمام، يقول لك جايب كام، لو انت هناك في حاجه جايب مثلا 98 97 اي حاجه من الحاجات ديت عدي خش على القاعد على الجهاز، في بقى مستشار او اي حد قاعد على جهاز، لو رحت كشفت على عينك قبل ما تروح هيكشف لك عليه، لو بتحط دقنك عليه كده ويبص في عينك ويصلي فاتو. في ناس بقى الناس اللي مش جايبه مجموع عالي اللي هم مش ممتازون بيبقى عندهم حاجه اسمها استجماتيزم ممكن يسقطوا، انا كان عندي استجماتيزم بس عديت لاني من الممتازون. حاجه اسمها رايش بيسقطك، في امراض كده كان بيقولها بالانجليزي محدش فاهم فيها حاجه كان بيسقطها. والناس كتير بقى بتسقط ان اللي عاملين عمليه ليزك او الفيمتو ليزك او اي عمليات تصحيح نظر اي حاجه من اي عمليات من العمليات ديت بتسقط، ما فيهاش هزار، عمليات حول عمليات اي حاجه بتسقط، معرفش بقى ان كان عدى عليها سنتين ولا حاجه او ثلاث سنين ممكن يعديك او لا مش عارف والله، بس هي لو اي عمليه ظهرت قدامه بيسقطك ما فيهاش كلام حتى لو من التزوير، هي سقط ومفيش التماس مالكش تقديم نهائي، هو ده اللي في العمليات النظر. ده بالنسبة لتالت يوم. طبعا في حاجة نسيت اقولها تخص قاع العين، وانت داخل قاعدة قاع العين هيحط لك قطرة، فحاول تحط قطرة في عينيك الاتنين وما توقعش القطرة برة لان ده له فرصة النجاح اكتر. طبعا انت بتنزل بتستلم ورقة بتنزل تحت التندة تاني يجي يقول اللي ملهمش نصيب خالص، وبعد كده يوم راح بنادي على اللي عندهم حاجة عيادة في التماس في رسم القلب بتهيألي وفي التماس في قاع العين، لو انت عليك مثلا عايز قطره عايز حاجه في حاجات خفيفه كده، لكن قاع العين لو انت عامل عمليه ما فيهاش كلام. بيجي بقى انت قاعد تحت اليافطه ما
بتحركش، اللي قصدي التندر ما بتحركش. حد ما يجي يقول مثلا تبقوا مثلا 10 مجاميع، يقول لك من مجموعه واحد مجموعه خمسه بعد يومين الرياضي بتاعهم، بعد ثلاثه الرياضي بتاعهم، بس ما بتزيدش عن يومين. وبتمشي تستلم ورقتين كده، ورقه بترسم بيتك بالتفصيل من اقرب محافظه ليك رسم كاريكاتيري، بترسم عنوان بيتك بالظبط، ورقه شبه قيد عائلي كده بتكتب فيها كل قرايبك اللي هم اخوالك وعمامك وابوك وجدادك واجدادك، سواء ابو الام او ابو الاب، بس كده دي. بس ما تمشيش غير ما تاخد الورقتين دول، بعد كده بتخرج وكده تالت يوم خلص وخلصت اكبر جزء من تقديم الكليه الحربيه. انا ما بقولكش انت كده قبلت، لان في حاجات كتير صعبه. نيجي بقى للشرح للفرق ما بين المواقف والالتماسات، وايه هم الممتازون وايه الناس الممتازون وليه ممتازون وليه الحاجات دي. طبعا بالنسبه للمواقف، المواقف ديت اللي هي شبه غسيل الودن. غسيل الودن ده انت رايح متغسل ودنك بيسقطك. لو انت من ممتازون ورايح ما شفتش العلامات، بيقوم رايح عامل لك حاجه اسمها موقف، تيجي بنضاره تاني يوم. الموقف ده بتعمله تيجي بنضاره، تلبس النضاره وبتعدي عادي، لان الممتازون لهم انهم يخشوا بنضاره كليات العسكريه. بس للاسف الممتازون مع انهم بيعدوا مكشوفات الشبه ديت، فدي حاجه سيئه للممتاز. لما بيلبس نظاره ما بيبقاش له الا طب عسكري او فني عسكري. ايه هم الممتازون دول بقى؟ الممتازون بيبقوا في علم الرياضه وعلم علوم بس، هم دول لهم كليات قمه اللي هم الفنيه والطب العسكري. بالنسبه للعلم الرياضه اللي جاي فوق 92% دول الممتازون، ليك التماسين اثنين، يعني لو سقطت في عيادتين في ثاني يوم ليك انك تعمل التماس، التماسين اثنين قصدي. في طب، في بالنسبه للمعلوم لو جاي فوق 96 اللي هو مجموع طب عسكري تبقى جاي فوق، لو جاي فوق 96 او 97 شكل ما يكون السنه دي بتبقى ليك التماسين اثنين. ده الفرق بين الممتازون والغير ممتازون. الممتازون دول بالنسبه للفنيه العسكريه 92، بالنسبه للمعلوم 96 او 97 شكل ما يكون التنسيق. لو الفيديو عجبك اضغط لايك وشير واشترك عشان اقول لك ايه اللي بيحصل في الرياضي واللي بيحصل في النفسي، وبعد كده ايه المناظره، واشرح لك بالتفصيل الطب المتقدم. وشير لاصحابك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد عيسى من قناه محمد عيسى لجميع المحتويات. السلام عليكم.